في مثل هذا اليوم وقبل 50 عاما أعدمت المناضلة الكردية الفيلية ليلى قاسم، التي أصبحت بعد ذلك أيقونة النضال والتضحية. عروس كردستان كما لقبت، لا يزال الكثيرون يستذكرون شجاعتها في الوقوف ضد النظام البعثي الدكتاتوري. الأخت السيدة ليلى قاسم الكردية فيلية اللي انعدم على نضاله على كردايته على فيليته، انعدم في نظام على يد نظام السابق، وإحنا نفتخر بالأخت العزيزة اللي الذي أطاب دمها أطاب نضالها واستشهدت على من أجل قضية الكردية أو كردستانية أو فيلية. الحاضرون عبروا عن فخرهم باستذكار الشهيدة ليلى قاسم، وبالأخص العناصر النسوية الحاضرة التي أكدن على اعتزازهن بهذا الاسم الذي يبقى دائما تأكيدا على دور النساء في النضال الكردي. فهذه المرأة التي ناضلت في بدايات في نهاية الستينات على بدايات السبعينات مع صديقاتها ورفيقاتها ضد يعني ضد النظام وضد الظلم، وكانت تحاول أن يعني توصل صوتها وصوت الكرد ومظلومية الكرد إلى كل بقاع العالم. وإحنا كامرأة مناضلة نفتخر بها، وإحنا كل سنة نعيد هاي الذكرى السنوية لها، وهي رمز فخر لنا كمرأة الفيلية، هواي نفتخر بها، يعني هي استشهدت على مود الكرد الفيلي. أيقونة ثورة أيلول التي اعتقلت في 9 نيسان عام 1974، ثم عدمت في 12 من أيلول في العام نفسه لتصبح قدوة للنضال النسوي، فهي أول ناشطة نسوية في العراق تعدم شنقا بسبب انتمائها للحزب الديمقراطي الكردستاني. ستبقى ليلى قاسم رمزا من رموز نضال الشعب الكردي ضد الدكتاتورية، وتبقى مثالا للتضحية من أجل القضية الكردية. جيار سعيد، زاغروس تي في، كركوك.